بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الأمي الأمين. أما بعد، النهاردة تاني حلقة من حلقاتنا في برنامج رجال حول الرسول. هنتكلم النهاردة عن شخصية قريبة جدا من أهالي الوادي الجديد، قريبة من عيشتهم، قريبة من أحوالهم، حتى الشغلة اللي كان بيشتغل فيها أجدادنا اشتغلوا فيها. هنتكلم النهاردة عن سيدنا سلمان الفارسي. سيدنا سلمان الفارسي واحد من الذين لقبوا بالباحث عن الحقيقة، لأنه بأمانة يعني هو تعب في مشواره وهو بيدور على الدين الحق ويدور يتبع أنهي دين. سيدنا سلمان الفارسي من فارس، وهو أول من أسلم من فارس اللي هي البلاد اللي فوق اللي في منطقة إيران. هو كان من قرية اسمها أصفهان، القرية دي مشهورة جدا في إيران. أبوه كان واحد من الناس اللي بيعبدوا النار، والعبادة دي ساعتها كان اسمها المجوسية. أبوه كان ليه شأن كبير جدا في المنطقة اللي هم عايشين فيها، وكان هو اللي بيقوم على خدمة هذا الدين، يعني هو كان المسؤول عن النار دي اللي بيعبدوها. سيدنا سلمان الفارسي أبوه كان بيحبه جدا جدا لدرجة إن هو ما كانش بيخرجه من البيت، وكان معيشه عيشة رغدة جدا، حاجة كده منتهى الرفاهية. فسيدنا سلمان الفارسي في مرة هو معدي بره الكنيسة، سمعهم هم بيصلوا الصلاة وعجبته، ودخل الكنيسة وتعرف على الدين الجديد اللي ظهر في بلادهم، ويعني عجبته الصلاة بتاعته فدخل في الدين الجديد. وطبعا كعادة الناس كلها جري عشان يبشر والده ان هو هيخش في الدين الجديد. طبعا والده بما انه رجل دين رفض وحبسه في البيت. اللي حصل بعد كده ان سيدنا سلمان الفارسي كان سألهم انتوا الدين بتاعكم ده ظهر فين؟ هما كانوا بلغوه ان الدين ظهر اللي هو الدين المسيحي ظهر في بلاد الشام. فقال لهم لما تيجوا ماشيين من بلادنا اللي هي اصفهان وايران ابقوا بلغوني، وده فعلا حصل وبلغوه وقدر ان هو يرحل معاه. اول ما وصل بلاد الشام تعرف، طبعا الدين بيبقى منبعه الكنيسه او الجامع او المعبد حسب الديانه. وصل للمكان اللي هما بيتعبدوا بيه في الشام، ولقى ان في حد قائم على الدين هناك كان اسمه اسقف تقريبا. الاسقف ده كان راجل مش كويس ساعتها، يعني الشخص ده كان بني ادم مش كويس، كان نصاب ومحتال وكان سيء الطباع زي ما بيقولوا. الراجل ده كان بيسرق الناس، وطبعا الراجل ده فيه منه ناس كتير في كل الاديان، مش ضروري دين معين، كل الاديان بيبقى فيها الصالح والطالح. طبعا سيدنا سلمان الفارسي لما هذا الراجل توفى بلغ الناس عن المكان اللي هو مخبي فيه الحاجات اللي كان بيسرقها منهم. جه على خدمة الكنيسة بعدها راجل قمة في الورع والصلاح، راجل يعرف الدين الحق، سيدنا سلمان الفارسي. عاش معاه فترة، ثم لما جت توفيه المنية لما جه يموت بلغه قال له لو أنت حابب حد يكمل لك دينك بجد أنت ممكن تروح الموصل. بلاد الموصل كان فيها عابد من العباد الكويسين اللي عارفين ربنا، اللي فطرته لسه زي ما هي سليمه، يعني دينه ما دخلش عليه حب الدنيا وهذا الكلام. الراجل اللي في الموصل عاش معاه فتره، ولما جه يموت برضه كل الفتره دي وسيدنا سلمان بيتنقل من حته لحته بيدور على حقيقه، ايه حقيقه الدين وازاي اعبد ربنا وازاي اوصل للاله الواحد الحق. طبعا الراجل اللي هو في الموصل ده لما جه يموت اخر حاجه بلغه ان في عابد في عموريه، ودي دي بلده جميله جدا، قال له الراجل ده هو اللي هيدلك على افضل الحاجات اللي تتبعها. لما وصل عموريه في منتهى الرحله بتاعته لقى العابد اللي هناك عاش معاه، وطبعا عمل ثروه من شغله، من هو كان شغال في النخل وفي البلح وفي بيعمل جدايل اللي هي الحبل بتاع زمان. العابد اللي في عموريه لما وصل سيدنا سلمان الفارسي عاش معاه وقدر ان هو يكون ثروه كويسه، وبلغه ان هيظهر نبي على مله سيدنا ابراهيم، هو نبي اخر الزمان، هو المقصود بيه طبعا سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام، وقال له ان ده هيظهر في شبه الجزيره العربيه في بلاد العرب. سيدنا سلمان استنى اول ما جه وفد من العرب واتفق ان هو يمشي معاه. لكن للاسف يعني طبعا كل واحد بيقابل صعاب في حياته والمفروض ان هو يتخطاها وان هو يستعين بربنا سبحانه وتعالى علشان يقدر يعدي هذه الازمات. سيدنا سلمان الفارسي للاسف وقع مع ناس مش بيراعوا دين ولا ذمه، وقالوا له هنوصلك لشبه الجزيره العربيه. اول ما وصلوا لمنطقه وادي القرى
طبعا غدروا بيه واخدوا الحاجه اللي معاه وباعوه لراجل يهودي. الراجل اليهودي ده كان اكرمه طبعا وشغله في زراعه النخل وفي ان هو يقوم على النخل اللي عنده، كان عنده حديقه نخل، فكان سيدنا سلمان الفارسي ليه خبره في الشغلانه دي فقومه بيها. وفي يوم جه واحد يهودي من بني قريظه اشترى سيدنا سلمان الفارسي واخده معاه للمدينه. كان ساعتها اسمها يثرب، ما كانتش لسه المدينه. طبعا دي كانت البدايه ان هو يقرب من سيدنا النبي. اخر واحد، اخر عابد اللي هو عاش معاه في عموريه طبعا، بلغوا ان النبي اللي هيبعث على مله سيدنا ابراهيم ليه 3 علامات. اول علامه ان هو لا ياكل الصدقه، ثاني علامه ان هو يقبل الهديه، ثالث علامه ودي كانت الاهم ان هو في بين كتفيه خاتم النبوه، حاجه كده بتبقى موجوده بين الكتفين عند الانبياء بس. سيدنا سلمان الفارسي استنى في المدينه فتره كبيره طبعا. أول ما سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام هاجر من مكة إلى المدينة استنى وجمع حاله وراح على النبي عليه الصلاة والسلام وخد معاه صاع من بلح، يعني شوية شوية تمر كده، ودخل بيهم على النبي قال له هذه صدقة، يعني خد دي صدقة، أنا عرفت إن أنت جاي غريب ودي صدقة. فسيدنا النبي خد منه الصدقة واديها لأصحابه وما أكلش منها. سيدنا سلمان طبعا دي أول علامة. تاني يوم جاله وسلم على سيدنا النبي واداله برضه صاع من تمر وقال له علمنا او انا عرفت ان انت ما بتاكلش الصدقه فدي هديه، فلقى النبي عليه الصلاه والسلام اكل منها وادى لاصحابه. كده باقي العلامه الثالثه. فكانت يوم وفاه احد الصحابه، احد الرجال في المدينه، سيدنا النبي كان واقف على الغسل بتاعه. سيدنا سلمان الفارسي جه وقعد يلف حوالين الرسول. سيدنا النبي عارف ان هو مستني يشوف، فراح زق الشمله اللي هو كان لابسها، حاجه كده زي قماش بتتحط على الهدوم علشان تغطي الجسم. فلما وقعت ظهر خاتم النبوه. سيدنا سلمان جري على النبي عليه الصلاه والسلام وفضل يقبل فيه وبلغه بقى بقصته من اول الراجل لما كان موجود في اصفهان، وبعد كده انتقل الاماكن الكتيره دي، لاخر حاجه لما الراجل اللي في عموريه بلغوا ان سيدنا النبي ليه 3 علامات وان هو ده الدين الحق. سيدنا سلمان الفارسي كان ليه فضل كبير جدا جدا ان المسلمين يفوزوا في غزوه الخندق. هو صاحب فكره الخندق طبعا، لان سيدنا النبي كان بيستشير الناس اللي حواليه. وفكره الاستشاره دي فكره مهمه برضو لازم نتكلم عنها، ان انت يبقى لك مستشارين لما تبقى راجل قائد، دي حاجه مهمه. وان انت تتخير مستشاريك وان ميبقاش فيهم حد داخل عشان مكسب مادي او غرض من اغراض الدنيا او ان هو حب الظهور، وهنعمل حلقه برضك عن حب الظهور وعن الناس المرائي، يعني المرائي ده اللي هو يعمل حاجه يقول لك انا عملت، او يعمل عشان يقول انا عملت، وده للاسف من اول الناس اللي هتصعر بيهم النار. نرجع تاني لسيدنا سلمان الفارسي. سيدنا سلمان الفارسي راجل بلاد فارس كان ليها باع طويل في الحرب. لما بص طلع فوق الجبال كده، وللاسف سيدنا سلمان الفارسي ما حضرش غزوه بدر ولا غزوه احد لانه ساعتها كان عبد، وسيدنا النبي هو اللي قال له ان يتفاوض مع الراجل اليهودي، وفعلا سيدنا النبي يعني اداله الديه بتاعته او فك رقبته زي ما بيقولوا، ودي كان مقابل بيضه من ذهب وهديت الى الرسول عليه الصلاه والسلام، وادوها للراجل اليهودي علشان يحرر سيدنا سلمان الفارسي، وكان مكسب كبير جدا جدا. نرجع لموضوع غزوة الخندق. سيدنا سلمان الفارسي كان من الناس اللي ليهم باع طويل في الحرب وكان قوي. لما طلع على جبال مكة لقى إن في حتة بس لما الأحزاب هيقدروا يخشوا منها ويغلبوا جيش المسلمين. طبعا دي كانت الجيوش كلها، جيوش العرب تجمعت في جيش واحد علشان يغيروا على المسلمين من كل النواحي. لأن الحتة دي ممكن ينفذوا منها وهتسبب خسائر كبيرة للمسلمين، فأمر إن هم يحفروا خندق، يعني زي حاجة كده حفرة في الأرض إن هي تمنع العدو. وبالفعل تم حفر الخندق والمسلمين تكتفوا في هذه الموقعة. وسيدنا النبي كان من الناس اللي بتحفر الخندق وكان معاه سيدنا سليمان الفارسي. والحمد لله ربنا نصر المسلمين ان سلط حر ان سلط يعني ربنا نصر المسلمين ان هو سلط رياح قويه جدا على جيوش الاعداء طبعا، وكانت بتشيلهم من الارض شيل، ودي موقعه كبيره جدا اتمنى ان احنا نتكلم عنها في يوم من الايام. اللي حصل بعد كده ان سيدنا سلمان الفارسي كان راجل من الناس قليله جدا. سيدنا سلمان كان بيت المال بيديله بعد وفاه الرسول عليه الصلاه والسلام،
كان بيت المال بيديله من حوالي من 4000 ل 6000 درهم سنويا. سيدنا سلمان الفارسي كان بيطلعهم كلهم لله، وكان بيشتغل في شغلانه اللي هو كان بيجيب الليف بتاع النخل، وكان بيعمل منه حبل وبيعمل منه اوعيه وكان بيبيعها. وكان بيقول لهم ان هو بيكسب 3 دراهم، يعني هو كان بيشتري الليف ده بدرهم ويعمله ويصنعه ويبيعه ب3 دراهم، بيرجع درهم تاني عشان يصنع منه تاني يوم، ودرهم بيتصدق بيه ودرهم بيصرفه على اولاده. فده هنيئا له ولمن ترك الدنيا طبعا وتاجر مع ربنا. واحد كان بتجيله الاماره لغايه عنده كان بيرفضها. سيدنا سلمان الفارسي كان امير على المدائن، وفي يوم من الايام حصل موقف جميل كده. دخل واحد من اهل الشام المدائن، فلقى سيدنا سلمان الفارسي لانه لابس هدوم متواضعه جدا 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 طبعا، لان هو كان تارك الدنيا وكان متفرغ للعباده. فالراجل كان شايل شيله تقيله، الراجل اللي هو جاي من الشام ده. فندى سيدنا سلمان، قال ان هو راجل فقير يعني شيل معايا وبعد كده ابقى اديله اي حاجه اراضيه يعني اجبر بخاطره. فسيدنا سلمان الفارسي شال عن الراجل وفضل ماشي بيه. فالراجل لما وصل لجماعه من الناس كده سلم عليهم قال لهم السلام عليكم، فالناس وقفت قالوا له وعليكم السلام وعلى امير المؤمنين وعلى الامير السلام. فالراجل بص امير مفيش امراء، بص وراه لقى سيدنا سلمان الفارسي، فعرف ان هو الامير، فحب ان هو يعتذر وان هو ياخد منه الحمل. فسيدنا سلمان رفض طبعا وقال له سأوصلك الى منزلك. سيدنا سلمان الفارسي جات له الاماره اكثر من مره ورفضها، وكان ليه مقوله جميله جدا. سيدنا سلمان الفارسي كان ليه مقوله جميله جدا بيقول ان استطعت ان تاكل التراب ولا تكن اميرا على اثنين فافعل. الناس دي تركت الدنيا وتوجهت لله سبحانه وتعالى، بيته زي ما بتوصفه كتب السيرة طبعا وكتب اتكلمت عن الصحابة، بيته كان متواضع جدا جدا، هو مجرد بيت يحميه من البرد ويحميه من الحر بس مش أكتر. سيدنا سلمان الفارسي كان مثل وقدوة يحتذى به. لما جه يموت بكى سيدنا سلمان الفارسي، لما جه يموت بكى. دخل عليه سيدنا سعد بن معاذ فسأله وماذا يبكيه؟ قال له أنا خايف ربنا يحاسبني على النعمة اللي أنا فيها. سيدنا سعد بيقول أنا بصيت حواليا ما لقيتش غير حاجة بياكل فيها زي طبق بياكل فيه حاجة بيتوضى منها. سيدنا سلمان الفارسي سألوه في يوم أنت ليه كاره الإمارة وليه إن أنت تولى على أمر من أمور المؤمنين أو المسلمين أو غيرهم؟ قال لهم أخاف على نفسي حلاوة رضاعها ومرارة خطامها. يعني لما أتولى أو أمسك زمام أمر خايف من حلاوة زي طفل رضيع وهو فرحان بثدي أمه طبعا، وخايف من مرارة الفطام وإن الطفل بيبقى محتاج إن هو ياكل وده مصدره الوحيد. ده تشبيه بليغ لترك الدنيا وترك إن أنت تجري ورا الإمارة والحاجات دي. سيدنا سعد كان سأل سيدنا سلمان الفارسي وهو على فراش الموت قال له أوصيني، فقال له يا سعد اذكر الله عند همك إذا هممت، واذكر الله عند حكمك إذا حكمت، وعند يدك إذا اقتسمت. لازم نذكر ربنا في كل حاجة بنعملها ونخلي ربنا قدامنا وهو ونتوكل عليه طبعا. مشهد وفاة سيدنا سلمان الفارسي لما جه توفى نده على زوجته، كان اديها حاجة تخبيها من زمان كانت عبارة عن قارورة فيها مسك، ولما جابها حطها على شوية مية وقال لها انشري حوالي فإني أستأنس بخلق من خلق الله لا يأكلون. يعني أنا موجود حواليا دلوقتي ناس حاجات يعني خلق من خلق ربنا سبحانه وتعالى ما بياكلوش ولكنهم يحبون المسك. عشان كده سيدنا النبي كان بيتعطر بالمسك دايما. سيدنا سلمان الفارسي مثل وقدوة يحتذى بها، راجل دور على الحقيقة ولف وراها كتير عشان يوصل للدين الحق. راجل قدر يفرق بين الباطل وبين الحق. راجل قدر يوصل ان هو بيكسب 3 دراهم في اليوم بيتصدق بتلتهم. احنا ناس كتير النهارده واحنا في رمضان ما بتصدقش، وناس بتجفز الاموال وناس بتاذي وناس بتعمل كل حاجه وحشه. يعني نتمنى لهم الهدايه، واتمنى تكون الرساله وصلت. اقابلكم في حلقه جديده من برنامج رجال حول الرسول. سلام عليكم.